بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم درنا جمع العام لتجديد مكتب الشبيبة العاملة. كنشكر الإخوة اللي كانوا في المكتب السابق وللأسف تلقاو مع الظروف ديال الجائحة وديال التباعد الاجتماعي اللي ما خلاتهمش تشتغل. اليوم حضروا معنا كرمناهم ودخلوا معنا في المكتب الجديد وكنشكروهم على المجهودات اللي كيبذلوها. كنشكروا الإخوة في المكتب التنفيذي وفي اللجنة التحضيرية اللي ساهموا من بعيد ومن قريب في إنجاح هذا الجمع العام التأسيسي. جمع عام شاركت فيه أكثر من 30 قطاع، شباب شابات عندهم رغبة لخدمة الصالح العام وترك أثر طيب في هذه المدينة عند الشباب ديال هذه المدينة. تم اختيار مكتب يترأسه عبدكم الضعيف زكريا المخفي كاتب عام، مقرر سي عثمان حمدون ونائب أمين وأمين المال سي محمد الودي. نشكر لكل من حضر، خاصة الأخ محمد حتاش التي تضع كبادة عن السفر من الدار البيضاء للناظور، والأخ شاكيب الأحمر عضو المكتب الوطني الشبيبة العاملة، عضو الشبيبة العاملة التي تكبد عن السفر من وجدة إلى مدينة الناظور. كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. يشرفنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر بقدوم الشيبة العاملة أن نرحب بضيوف المؤتمر وبالإخوة الأخوات المؤتمرين والمؤتمرات في محطة تنظيمية أساسية في حياة الشريف العاملة بالنابور بعد شهور من التحديات المتواصل وبعد مجموعة من الاجتماعات التي تزارعت وتيراتها في الشهر الأخير لإحضار ما يلزم لإنجاح المؤتمر وبناء فرع إقليمي مناضل للشبيبة العاملة. إننا في اللجنة التحضيرية والتي تأسست يوم 19 جويلية 2021، وإذ نوّم بكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحضير المؤتمر وفي مقدمتهم الإخوة في مكتب تنفيذ نقابة الناظور الذين ساهموا في توفير كل الشروط لعقد مؤتمر شبيبي ناجح، نؤكد على أملنا أن يكون هذا المؤتمر محطا لنقاش القضايا الشبيبية الملحة من أجل مجتمع خالي من الاستغلال والاضطهاد وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وكان حريص من بين الأشخاص اللي كانوا حريصين أنه الشباب يكون عندهم مكانة في المكتب الحالي، وأشكره كثير الشكر. هو مجموعة من الإخوان ولا أنسى حتى الأخ الشاوي المرحوم مسكين.